السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديال سودو هذا وسؤال كميدة سؤاله فيسبوك وكسور بندق جرني كارهان قيبتي سؤال شمانتا حويدين انا حمو شبلي سألكم وحولي هي صلاة الحاجة قاب كير لو تكدا ودعاء نوعي أهبال الأخرياء وانا إمي سالك عضوت بسم الله الحمد لله صلاة صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة ما وصلاة كله شريتان كذي السنة نماذج ومسألة مرة بعدين كتاعين هي وكسر أيضا حديث عبد الله بن أبي وفاء رجع كلا لجوري إن السكان طاير إن السكنة عند هذا الحديث حديث اسمه السكنة أو بعد عاف لكن ينفق هذا كم ذي أو هاي ستين السكانين أما كسلي فضائل الأعمال حديث ضعيفة ولو عمل فارقة وجمهورتي فقاد سيدي أبدي هنا أي أجر هذا صلاة الحاجة سنوي على قولهم سنوي مركا اللي يرى هذا سكوبا وعلى برق عضوت عند الجمهور فقاد قاربا لقوري إن الله أفرتهي سيدي فقاد حنفية ذوك أثار تقاركين وحارق لقوري إن الله بيه طبنته لكن سيد اللوب بدن يهي فقه هذا وسنة تيري والله برع عضد الله برع عضد مرك الله تكذا كذب يا إله اللي ويدي سنة يا خير دون يا خير آخر الفاد الدعاء ذا حديث ذاك لدوان يضعف كعكس عرورتي فرق بعود حي وحبيك وكلا دوانته لكن نحر كذا وحيسوي ما نيسا إن هذا خير دون يا خير آخر بقى. صلاة دا مركا الله برقع دوتو كتير لما يستكدب أدوي ديستو فاتحة دا موية وحكا لو قاروس لغو أخري مجر وحي كوفو دا دا أخري فاتحة دا يوحي سو قرآن كوفو دا دا لبا دا كدبنا خير الدنيا خير آخر بادلاه ويديسن نيادن باد صلاة حاجة ودن إن أدلاه دا أدنيون طبعا وقادي النهي إن أدكو أهد من كباق منا وعلى قادونا يو بالله توفيق جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك انت نسكي ما عنده حلقات كلاته بسؤال كلاته عن ذلك لا نهي في أمان الله.